كيفاش جات الفكره ديال اصدار هذا البحث حول ما يسمى بالسن الثالث وفي الدار البيضاء. هي جات بحكم انني طبعا استاذ باحث، وملي تنكونوا في ذاك المخاض ديال البحث العلمي انا تنعمل في مجال الاسره بشكل عام. اذا كانت دراسات اوليه، كان دراسه حول الزواج، دراسه حول العزوبه، دراسه حول الطلاق، دراسه حول الفئه ديال النساء اللي تعيشوا بوحدهم ومنعزلين على الاسره. كيف تقولوا من فكره لفكره، واش حيت انا وصلت للسن الثالث، ولكن اللي مهم ماشي بحكم انني انا وصلت للسن الثالث، اللي مهم هو ان جاتني الفكره ديال داك الفئه العمريه اللي حسيت ولاحظت انها نوعا ما مهمشه. كاين دراسات قليله حول هذه الفئه وبالخصوص في المجال السوسيولوجي، يعني ما شفتش ان دراسات اللي مشاو عند هذيك الفئه العمريه وحاولوا مثلا يسالوهم على حياتهم، على انا اكثر ما نسالهم على حياتهم على اليومي ديالهم فكرت انني نسالهم على المدينه اللي عاشوا فيها. اذا الفئه العمريه ولكن بيضاء اللي تزادوا في الدار البيضاء، والموضوع وهو هاد الفئه العمريه كيفاش تشوف مدينه الدار البيضاء وكيفاش تعيشوا في مدينه الدار البيضاء. اذا هادو هما المحاور اللي ارتكزت عليهم الدراسه بشكل عام. الى كثرات انا ما عرفتش واش كاين معطيات، كاين ارقام، الله اعلم، لاننا ما يمكن نتكلم الا على ضوء الارقام. اللي يمكن يتقال وهو ان كاين تطور، المجتمع تيتطور، الاسره تتطور، وملي تنقولوا المجتمع تيتطور والاسره تتطور فحتى هذيك الفئه العمريه حتى هي تطورات نوعا ما، يعني نمط العيش ديالها وثقافتها تطورات. وملي قلت ان الاسره تطورات، كاين حالات الله اعلم شحال تيشكلوا وتيمثلوا، كاين حالات ان بدينا تلتجؤوا لدور العجزه، ولكن اللي مازال ثابت نخليو المتغير الثابت وهو ان الاسره موجوده ومتواجده، وهذيك الفئه العمريه مازال متشبته بالاسره ومازال تتعيش في الاسره، يعني كاع داك العمر ديالهم كله تيقضيو في الاسره. تطور اكيد. تيبقى السؤال تنظن وهي كيفاش يمكن تدبير هذا التطور بين ما هو جديد دور العجزه الى اخره، وبين ما هو تقليدي ان الانسان يبقى متشبت ويبقى مرتبط بالاسره. المكانة أكيد تغيرات، لأن المكانة ديال المسنين القدام ماشي المكانة ديال المسنين ديال دابا، ولكن اللي لمستو أنا من خلال الميدان أنهم باقي متشبتين بالأسرة، وباقين يعني عندهم ذاك الهاجس مهم جدا أنهم يبقاو يرعاو الأسرة ديالهم إلى يعني طول عمرهم. هذا هو اللي الدور تغير، المكانة تغيرات، حتى الشباب راه كاين دابا علاقات، ما غنكونش انا ما تنامش بكلمة صراع، وإنما العلاقة تغيرات بين فئة الشباب وبين فئة ما نقولش المسنين هاد السن الثالث. طبعا العلاقة تغيرات لأن المجتمع تغير، لأن احنا في العولمة، والعولمة راه ما يعني ما تتقي جميع المجالات بما فيها مجال الأسرة طبعاً.